اوكي، مرحبا، كيف حالكم؟ اهلا وسهلا فيكم في قناتنا سوبر لينكس. بهذا الفيديو نحن عم ندلكم على رابط هو تجميعه جمعتها عن طريق البحث بالصور على جوجل، استعملت البحث المتقدم بالصور في جوجل لانه صاروا معش صار دقوا اكثر وشيلوا بعض مع البحث. المهم يعني دورت على الخرائط اللي هي تابعه لناشونال جيوغرافيك، اوكي، لان رسمي ناشونال جيوغرافيك بس الفلكيه منها، هن في اربعه منهم، اوكي، وهدول الاربعه دورت على الريزولوشن العالي تبعهم، اوكي، من هاي الصور عشان تنطبع بشكل تصير واضح على ورقه مثل هيك، تمام، ورقه كبيره. هيدي القياسات موجودين بقلب ملف الزب، الملف المضغوط اللي رابطه في الوصف، موجود شو اسمه ملف نص فيهم، اوكي، محطوط كل وحده باسمها، في وحده ذا هيفنز يعني الفضاء السماء، وفي وحده اسمها الايرث مون يعني قمر الكره الارضيه تاعتنا، وفي عندنا شو بعد؟ ايه، وفي عندنا تبعيه الكون ذا يونيفرس، اوكي، وفي عندنا وحده لدرب التبانه ميلكي واي، اوكي، كل وحده بالانش محطوط لقياسات. بتفتح الفوتوشوب، بتروح عند المطبعه، بتفتح الفوتوشوب، بتقول له القياس بده يكون بالانش، اوكي، بتفتح بتقول له الصوره اطبع لي اياها على قد بالانش، وخلي يعطيك حواف زياده من عندها فوق الصوره، ما تلعب بالصوره ولا تقرب عليها ولا تكبرها ولا تصغرها ولا تعمل فيها شيء، بس لما بتنطبع هيك وقول له يعطيك حواف عليها بالورقه، خليها تتسنتر تنزل في النص، تمام، ماشي، ما تلعب بالقياسات. هذا كنا فيه. هلا بس بدي اشرح شرح بسيط عن هاي ذا هيفنز، لانه هاي استعمال لها نوع من الاستعمال، اوكي، والباقي عادي واضح جدا يعني ما بده شيء، بس مجرد بقول لك هيدي هون في هيك، هيدي هون في هيك، بس هيدي لا، هيدي لانه خريطه فلكيه السماء بتتحرك، مشان هيك لها طريقه بالاستعمال، مش شيء غريب. بس قبل ما نبلش، هون الخط الابيض هذا اللي شايفينه هذا ذراع المجره، بيمثل ذراع المجره. وهلا عم نبلش كمان الدويره اللي على اليسار، عفوا اللي على اليمين، هاي الدويره اللي على اليمين، اوكي، بتكون القسم الجنوبي من الكره الارضيه، هاي السوذرن هيمسفير، تمام، ومحطوط هون عندك على كل في شقف، اوكي، هون طلع، اوكي، مثلا هون مكتوب مارش، تمام، زوم، اوكي، مكتوب مارش، تمام، انه كل شهر شو بتشوف فيه، لاحظ فبراوري وصل على جانيوري، يعني شهر كانون تاني شباط اذار، بتشوف شو بهاي الفترة بناء مع الزاوية، اوكي، شو بتشوف بهالقطاع او هالقاطع من السماء، تمام، اوكي. فهون زي ما قلنا شمال الكرة الأرضية، وهون جنوب الكرة الأرضية، فالناس اللي بالشمال بتشوف هاي الأشياء اللي هون بتشاركوا شوي فوق بالنص هون، تمام، وهون بجنوب الكرة الأرضية، ماشي، وهذه هي. وبعض الكلام عن شوية صدم وشوية شغلات بتنشاف وشوية تكتلات نجمية بتنشاف بالسماء، تمام، وهذا كل شيء. شكرا على المتابعة، لا تنسى الاشتراك في القناة، اوكي، ولا تنسى تنزل الرابط، وحتى لو ما بدكش تطبعهم خليهم عندك هول الصور، تمام، صور كبيرة هول وزوم عالي، اوكي، ودقة عالية، اوكي، والسلام.